رقابة. أوقاتكم بكل خير مشاهدينا في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية، لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية. لحظات في انتظار البداية الكروية وبداية هذا الرهان الكبير. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، أطيب التحايا، نرحب بحضراتكم مع بداية هذه المباراة. وركلة البداية، يحاول تمرير كرة، كرة طويلة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تسديدة من أول لمسة، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. كرة تمر بسلام على المدافعين. في انتظار التمرير الآن، هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. هجمة مرتدة الآن، كرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية، هذه ضربة رأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. كرة طولية إلى الجناح، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، خسر المواجهة أمام خصمه، يبحث عن زميله. تسديدة، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. كرة لا يمكن أن تضيع. نتابع المباراة والنتيجة الآن، هدف مقابل لا شيء.
وأجمل بينية. اللاعب يحاول مرور، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن إمكانية المرتدة. كرة طولية في المساحة الخالية. كرة تمر، يلعب كرة لوب جميلة. هدف عالمي، هجمة مثالية. يا له من نجم، يا لها من إمكانيات. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. كرة إلى الأمام. كرة على الجانب، عند مساحة خالية على الطرف. وين هالتمرير الآن؟ ولمسة أخرى، يسيطر على الكرة والتسديد. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. كرة طولية إلى الجناح. كرة عرضية، يقطع الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة طويلة وعالية. كرة على الجناح لكن بعيدة جدا، لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. يبحث عن حلول. تمريرة بينية، تسديدة في كرة ترتد من القائم. يبحث عن المهاجم. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة على الأطراف. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تكون هذه فرصته.
كرة على الأطراف، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. الكرة ملعوبة إلى الأمام، الآن إمكانية المرتدة. يحاول تمرير كرة، الكرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. مباراة جميلة جدا تنتهي بالتعادل، هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح